مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية وسلام نحملهما إليكم من أعماق هذا الوطن. سنخصص هذه الحلقة من برنامج أحضان الوطن عن موريتانيا من الداخل، وسنتحدث بدردشة تطبعها العفوية عن حياة الناس هنالك. نسأل كيف يعيش المواطنون البسطاء في السوافي المنسية، ونجيبكم عن طرائف ونكت وطن اسمه موريتانيا. أهلا وسهلا بكم جميعا. الزمير باب التاه، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. ايوا توحشتون. توحشناك، احنا بعد توحشناك، المشاهدين هما اللي توحشوا والتلفون وسولوا عنا. يبدو انك ما شاء الله عليك عنصر هام في البرنامج، شخص مهم. درفش مشبه مني شيخاني، بعد على كل اعتراف مني عني. ايوا نختاروك في البداية تخبرنا احنا والمشاهدين عن رحلتك. ما تسول عن فرحة بيكون معكم صيفتين. أنا هيك عرفت فاسك، ما تسول عن فرحة. لا حاجة، ولا أنا مسولين عن فرحة، فرحة المشاهدين وليت فرحهم بس. أنا زين عندي عنك، ما سولتين عن فرحة. بي اللي ما صيفت قال ما يترك، بي اللي حد ما صيفت ما يترك شاك عنك. ما قد أنتوا مشاهديني كنت شاك عنكم ليت صيفتوني على الأقل، إياك تعودوا تسولين عن فرحة. وعلى كل حال أنا بعد ما صيفتوني، والله بعد انت بعد الشيخاني ما صيغطوني. المشاهدين بعد لهن قدم لهم فرحه في البدايه ونختم. ما شاء الله عليك تبارك كريم. تفضلوا شوفي الفرحه دي، فرحه المشاهدين تشوفوها. نعم. انه من مدينه تيشيت التاريخيه، وانه بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل مواطن قذفت به الأقدار في بلاد الله الواسعة، فهو يحن إلى العودة إلى ملاعب صباه وصلة رحم أمه ولو بعد حين. أما بعد، أنا تيشيت، أم تحن إلى أبنائها البررة. هذه أنا مشتاقة إلى من يزورني ويجول بين صخوري، أجل مشتاقة إليكم معشر الأبناء. هلا حللتم هنا ونزلتم بوديان نخيلي وسألتم عن التاريخ ليجيبكم عن 8 قرون من العطاء. هلا تسلقتم صخور هذه المئذنة وسألتموها عمن بناها. لعلها تنعي لكم عالما لن ينساه التاريخ اسمه عبد المؤمن. صعد مرات هذه المئذنة وفية له وتأبى السقوط رغم عاديات الزمن. وسار على خطى عبد المؤمن أبناء بررة أمثال سيدي عبد الله للحاج إبراهيم والشيخ سيدي ياو للهيبة وغيرهم. هلا نزلت يا ذلك التائه في مشارق الأرض ومغاربها، هنا في هذه السباق المشمسة التي تعاقبت الأجيال على ملحها، إليها تغدو القوافل ومنها تروح محملة بأعدال الملح. هذه أنا تيشيت، هذه أنا، فزرني يا بني. المشاهدين ولا تعود زين عند الناس اللي وصولها تنحضر من تيشيت. هذا هو اللي جبت من تيشيت، هذا ما يجي بعد في لبنان ولا يجي المرجل. يا مشاهدين الصغار، انت بعد جبت شي، احنا ما مشينا كل شيء. ايوا زين، سولي مشاهدينك عن الفرحه اللي رايهم فيها. نعم تفضل. الو. نعم تفضلوا، من معانا؟ الو تفضل. مساء النور. خير الحمد لله. الاسم الكريم؟ معك مريم من تحمد سال. مرحبا بكم، تعرفين من اين؟ من الجزائر. من الجزائر؟ من الجزائر. مرحبا بكم سهلة، تفضلي. من الجزائر.
شكرا من الجزائر. تفضلي تفضلي، مرحبا بك وسهلا. ايوا انا نسلم عليك انت النذيره. مسلم انا عليك انت. ومسلم على الوقت. شكرا انا مسلم عليك يا ضل. ومحمد على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. نقول لما اللي صاحب قدم لنا زينة وعايشتنا. شكرا. شكرا. ايوه مشونا انتم مش من الفرحة. وعندي سلامة. وعندي. تفضلي تفضلي. ونحن مضي طاقتنا من عندكم انتم لا تعلموا بنا اهلنا. ما سمعناك تفضلي. وانا قلت لك. قلت لك طاقتنا نحن من عندكم. لا تسمعونا بلاغنا لاهلنا وتوصلونا لهم رسالتنا. ما عندكم مشكلة تفضلوا تفضلي. بسرعة. تفضلي غير عودوا بسرعة تخلي المشاهدين دخلوا. أيوه أخياتي ما إن شاء الله إن شاء الله. هذه مريم قلت لك من أحمد شاهد ومحمد عبد الله. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك وسهلا. انقصي صوت جهازك. انا للاسف ما قضيت المريكا. مالك؟ لا ظروف لكن والدي. جا من عند ام علي رحمه الله سنه 1997. هو اخويا بيبي. بسرعه خليك انقصي التلفزه. وبلاقي اهلي. ايوه يوصل ان شاء الله بلاغك. وشكرا جزيلا لك ومرحبا بك وسهلا. شكرا. شكرا لك. هذه مواطنة ما قد جات الموريتاني. ما نعرف ذي الفرحة زيانة عندها، ما نعرف مواطنين الآخرين حق شعرت بزينها عندها. نعم خلي مشارك آخر. نعم ألو. نعم السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. كيفاش حالكم يا عبد الاسم الكريم. منين متصل يا أختي العزيزة؟ زينب بنت محمد من الإمارات. من الإمارات بخير تشرفنا. كيف حالك؟ عندك رسالة تبغى توصليها للوطن؟ ما شاء الله حاتمكم. ما شاء الله بخير تبارك الله. شو ماسيتي؟ يا وش ماسي عندك برنامج؟ ما شاء الله. برنامج زين وأنا مسألية شفت يا زين تصلوا علي سابق. انت ما شفتي منه حلقات الماضيه؟ هاي قروه هاي قروه مالك ما تعودي قط شفتي؟ ها؟ هو قط شفتي لا مرتين مساعدي شفتي لا بعد اتصلوا علي. مساعدي؟ ايوه ايش رايك في البرنامج؟ مساعدي شفتي لا اتصلوا علي. ايوه زين. تشرفنا بيك. عندك اذا ما عندك رساله لهذا كنت داري وراكم صوره من مناظر على الشرق. هذه الصوره بارك فيك تقانت والله. هاي تقانت انت واحده من التقانت. هاي تقانت انت واحده من التقانت والله. ما ينحضر لنا دراشي. ايوه ما تعرفي لابد منك تحفظي حد اصيل في تقانت شام نافذها لاقي عنها عام وعمل برياليه والايام تحفظيها؟ والله زين عندي بعد اكثر وانا حفظ. انت قالت حد من اهلها من اهل الرشيد وما ادري الله يعوده يعرف ادب ولا ادب يعرف ادب القصري يعرف الادباء والحضاره. هذه صور من مناظر من تقانت. الله هذه هالك هي اللي جبت من فرحه لك.
ولين نضطر منين انك عنك انا اخبر انا بالشنة من هنا شمال منين؟ خبر انت فين؟ الشنة الشنة ايه الشنة الشنة ما تعرفه لا انا للاسف ماني من اهل الشنة حتى الشنة نعرفها انا الشنة تعرفها؟ نعرفها بعد الشنة نعرفها ايوه تقول لي فيكم وليداتي نعبروا الشنة الدحمي ايوه اقبوا اسمع ايوه انا صنت لك ونعبروا عليها اليدي ايوه جروا عليها مهرات وتشوفوا كم مليشوار ورقيزان وهيك شكل الشعر. واني حط الله يلومني. وانا ليه تعطي فرصة لمشاهد آخر انتظر عليه. هاي الفرصة ما أفتح. ما أنا ما اللي من أي واحد. والله ما عندي مشكلة، أنت مالك مجاوبة. مرحبا بك. مرحبا بك سهلة. وش أنا أنت تعرفيه؟ وش أنا نعرفها بعد. المعلم هلا. لا نشوف الناس تعبرها في البادية. عينا عايدة من الطبل وتعدل المهم أنا بعد بالنسبة لي جولت في الوطن كم وريت الشنة ما رأيت الشنة هاي خطأ أنها ما هي من الجبر جولتك جاي إن شاء الله ندرون الجول جاي وصل هي تعدلها أنت معني أنا ما عدلها أنا اللي عدلت شغلة واحدة اللي عدلتها أنا ندر إن شاء الله نجيب لك مقطع من الشنة وآخر صيب مشاهدك اللي جاي كانوا من الشنة نعم تفضلوا نعم نعم بدون مشاهد ما هو جاهز هاي صاحبة الرشيد زيان عندها هذا المنظر معناه انك وحل ثلاث ساك يوم خطأ انا شفتي انا خط على التيشيت المغتربين من انحاء موريتها تيشيت معناه انك منها شرط جمرارا بخشب منها منظر ليه تهدي وفيها نعم تفضلوا نعم مشاهد الو نعم الو نعم مرحبا بك ده اسم الكريم نزيه نعم يبدو أن يبدو نعم نعم معك مريم مرة أخرى مرحبا بك وسهلا سمحيني نوقف الناس بعجلة نوقف الناس أنا مريم أحمد سالم مرحبا بك من الجزائر ومالي لا أخر طيب هنا مرة أخرى وتوه إذا ما وصل محمد عبد الله أيوة مرحبا بك وسهلا تفضلي وبسرعة كانك تخلي المشاهدين مريم من الجزائر مرحبا بك وسهلا الاسم اللي بغيتي وخيرت به لا بناء قلت لك لها حيدر وهم من بريكات محمد لامين والخليفة والحيدر في منين؟ في موريتانيا من منين؟ البريكات تشوف؟ البريكات؟ مقطع الحجارة ايوه يوصل وخلي الفرصة خليك خلي واحدة من المشاهدين يوصل ان شاء الله بلاقه كده لا ولا حمادة تفضل قول الرقم ايوه قولي الرقم بسرعة الرقم تفضلي 663 ايوه بسرعة بسرعة 41 54 ايوه تفضلي 34 ايوه نعم اوفا ولا مريم انت الهالي ايوه ان شاء الله هي الحلقة تنعاد الحلقة تنعاد مرات وان شاء الله يشوفوا راجي من حمادة انه يتصل بيك ان شاء الله ان شاء الله تلمع عليك على رقم الدين اللي اعطيتي شكرا لك مرحبا بك وسهلا شفتي لاحضان الوطن حضره يقدمه يلا يعود لنا كرت اي بلاصه من الوطن يلا عاد يعرفها يلا عاد يعرفها بالنسبه لمدينه تيشيت هذه لاقينا فيها ياسر بن كرمه المتأصل هذا بالاضافه لان راينا بعض الكنوز النفيسه وراينا بعض المخطوطات اللي صامدة رغم عاديات الزمن ما كنا شاكين انها ثلاثة اللي تعود خارج فاجئنا هذا الوطن اللي له نستقبل واحد من المشاهدين نعم نعم السلام عليكم نعم الو اي جماعة عمرك يا شيخ
هاي جماعة أنا تعينت في الجماعة وانقطع عنها في الخارج. الوطن رحلتنا عنه كانت رحلة مليئة ببعض الغرائب. لين خلوني المشاهد يعطيني فرصة. إيه اختاروا الطالب اللي جبرت. نعم واحد من المشاهدين سابق ذاك. نعم. نعم. قال. نعم معك. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام نحن سامعينك. نعم. جيت الحمد لله. الحمد لله. من معايا؟ من معايا؟ الحمد لله على السلام. معك معك شيخنا والوجاهة من إسبانيا. منا؟ من إسبانيا. من إسبانيا أخير تشرفنا. إيش حالك به؟ إيش طاري فيك؟ إسبانيا. أخير إيش طاري فيك يا كلباس؟ يا الخير. الحمد لله على الاتصال. تفضل. عندك رسالة تبغي تقدمها من خلال بسرعة. نعم. تو ما كافينكم من الضيوف أنا ونزيها. رجعت نعدو. أنا رجع قبل. شو الضيوف دائما تسولوا عنه. ما كم نزلين بركة فيها أنا ونزيها تستضع بيلي الضيف اللي ما ضي ياسر يجي دوري أنت حاس منه حتى وأنا بعد حرقة مثل الضيف عليكم. نعم والله خير نحن قطينا شدينا معك قضية الإحصاء وبتونا معك بهي الصداف ورقاج ايوه قضية الإحصاء لزملاء ولا صادفتوا زملاء كنت في غيابي ظالينهم شدوا أخباره و ايش رأيك مفعولهم أنا اللي كنت ايش رأيك نزيه احنا مشينا الشهر للإحصاء اعتذروا لنا وقالوا لنا المدير والمدير المساعد مسافرين وانهم ما يقبل حد منهم استضافتنا يكون باذنهم وانهم شاو شور فرنسا يدشنوا مكتب لي يفتح فم له الاوروبا وهذا قلنا لكم بالحلقه الماضيه ونحن بعد مره اي والله والله ونحن مره اخرى نطالب من هذا المنبر ان شاء الله الان نحاول ندبر لكم طلب نطالب من هذا المنبر مره اخرى طالبين من جميع السلطات الموريتانيه نحن بعد انا بعد الشاشيه المختار إذا استضافونا رجال من الإحصاء هون في نقول إحصاء هون في مدريد. أيوة. شوف ندور إن شاء الله هنا نحاول نستضاف لكم حد لا ما في البرنامج هذا. من جاي؟ نعم. شفت برنامج هون طبيعته ما هي طبيعته ضيوف يا غير بعد نحن بالتكامل مع زملائنا في البرامج الأخرى. مصرين ان شاء الله عنا مصممين على دورة حلقه خاصه من عند حد من الاحصاء لين تنحل فيها مشكلتكم ومطالبين من خلال هذا المنبر على الهواء مباشره مطالبين من السلطات الموريتانيه باسراع في حل مشكله الاحصاء خاصه المواطنين في الخارج والجوازات القديمه لازمتهم ياسر من المواطنين في الخارج كانوا عالقين وهذه مشكله لا بد منها تنحل ونحن نطالب بحل والله نطالب بحل في اسرع وقت ايوه بعيدا عن المشاكل قول لنا ايش تبغي تقول للوطن بسرعه اعطونا مظاهر من مناظر والله يعطونا مناظر من ادرار من ادرار ان شاء الله من ادرار وخاصه الاطار ان شاء الله تعالى شفت انتم الفرحه ايش ماشي عندكم ذيك الفرحه اللي طلعت ايه الفرحه كبير ايش ماشي؟ فرحة دورة ما شفتها ما حافظين ولا مشاكلهم ما حافظين ما تمشي من الورقة المعلومة شو من الورقة ولا انا؟ الورقة المعلومة يلا الورقة المعلومة ادعو لكم ما ادري خالك شو ما يصيب على الموريتانيين ادعو لكم باسي ادعو لك لا يشوفكم مصارع لانه المخدرة ايوه مرحبا ادعو لك عندنا مرحبا فيك لا تعطي فرصة وتنجمك لا تعطي فرصة لواحد من المشاهدين الآخرين ما أفتنا بعد ملينا هناك قلت لك يا ولد تسلم عليه نبقي نعم الله يبقي تسلم عليه أقربائي في الماسيا والأخرى شكرا جزيلا هاي تسلم عليه بسرعة يخليك على الأخرى كاملة على الوالدة والوالد والله يبلغهم السلام إن شاء الله اياك ما عدت احتك يا اخويا
والله ما شاء الله ما في جمع لكم لحقها غالي علينا انت مدرس معاكم غير برنامج وقت محدد والمشاهدين كاملين يعودون شكرا شكرا صلى بي اشبارك ما هو ما هو الله الله شكرا جزيلا لك ايوه مرانا هذه لك ديك الفرحه اللي قبيل خالقه فرحه كنت قاعد جاهد هذه خالقه فرحه انا والزميل شيخ خاني ما بتفرح ما بتذكرت لنا فرحه ذيك صراحه ذيك ما نبغيك تقول لما ندير لك المشاهدين ما صفطنا في غير انا صفطتكم فرحه غير بعد جاهدين نبغيكم انتم جاهدين وارد انك لا تعق بتنعتي لهم فرحتك كيف شيخاني شيخاني مقدم لوانا الفرحة مان واحد من تقهنت مقدم له الفرحة ومدي وكان قاعد في بلاصتي هون ورانا احنا هاجين فرحتنا مدي المغتربين متابع معنا بقيت سائل الركبان عمن أقام بدركي وفي كناف طيبة هاشمي تصرق السماحة حيشة إمام المرسلين ومنتقاهم حال خيرات ختما ختما وابتداء زمام صاف شهدت موازن وجد صارب خطرت دماء وسيد سادة في كل ذغر يرور بيض والأسد الظماء فلا برح الغماء وصوب أرضا دفن الجود فيها الصفاء وذلك الخير من حملته أم ومن لبس العمامة والرداء أن يخفي جنابه الأمضاء ذل زائره المودة والصفاء كل الركب منها شعب فإني أرى برق روالي يا ترى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه كنت قاعد جاحدها أنا كنت جاحدها على المشاهدين أنا صر المخرج خالد هو اللي ذهبي عنها عنها توخى وراني أنا مسيت ندر الحاسب شكرا لك ناخذ المشاهد نعم مشاهد تفضلوا وعليكم السلام نعم ان المشاهد ما اجبر فرصه يعلق على فرحتك يا شيخاني فرحتي انا شيخاني زينه وراني انا مودي شاكرتك بالنيابه عن الزميل شيخاني شيخاني بعد ما نعرف قاعد كان مختار نسولك عن اطرف شيء شفته بهذه الرحله انا نقول لك الحق الرحله ما شاء الله كانت ممتعه كامل واهم اللي استوقفني فيها حين شوي نقبل مشاهد نعم نعم مشاهد شايد دار طرايف وطنه نعم نعم هذا معك نعم معاكم تفضلوا الاسم والمكان نعم لا صوت للاسف فيه مشوش الوطن سكانه كلهم سعيدين الحمد لله كلهم تطبعهم السعادة كان تطبعهم أنا سمعتك رديت نختارك تضع المشاهدين رديت علينا ذيك كنت ما نبغينا نحكيها على الهواء غير رأيت بعد بعض المواطنين غالبهم يذكروا اسم
رئيس موريتانيا رئيس موريتانيا فيهم واحدين كبار شاكين قد يقعد واحدين منهم شاكي عن موريتانيا مازال حاكم المختار ضده. هذا يدل على ايش؟ يدل على انه على انهم مواطنين عنهم في قمه السعاده وما شاء الله والامن والدور قاع مهم عندهم. عن نعم تفضلوا. نعم تفضلوا. تفضلوا. هؤلاء كل شيء ما متعرفين على البرنامج والله غلا. أو لا غير واحدين من اللي رأيت أنا كثر ندري أخبارهم. شفتي هاي المجموعة اللي جبرت جبرتها واحدين يقولون إن مرحبين بكم أنتم مرحبين ترحيب دائما هو السيد مرحبين بالرئيس يعقوب يقول هو اسمه قاع. نعم مشان نعم نعم السلام عليكم. ألو ألو نعم شفتي المشاهدين خليني أنا نقول كلامين المشاهدين قالوا ما لا واحد منهم طلع الرقم ويجي هذا ويوفى كريدي والله ما نعرف. المهم مواطنين غريبة أخبارهم عنها يطبعهم كاملة السعادة. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد يسلم. نقص التلفزيون. مرحبا بك. نقص شوي صوت الجهاز. مرحبا. متلفن من منين؟ مرحبا. من الإمارات. مرحبا بك وسهلا تفضل. ما عطونا الحلقة الماضية عنكم لا يجيبون الأمين العام للإحصاء. لا ما بخلنا لا ما فتنا جبرناه ما فتوافقونا عليه لا ما لنا باخلين إن شاء الله. ما أنا ناسين إذا عدت شاهدت الحلقة الماضية. أنتم الحلقة تكون ليلة سنة على الناس. نعم تفضل. من المختار عندك من الفرحة زينة عندك حتى فرحة زينة عندك هذه انت واحد من الدشي ترى. يا زلمة طريقك عاوزة يا أخي ها هذه تشتف عندنا هاي يا أبوي كنت تشتف جاي من فوق جاي ماري جاي تعرف تشيل. شنو؟ قال لك انك قصت ماري وجيت على الشيء. لا هيك هم كانوا جاهدين معكم. شو التقارير ماري؟ تقارير ماري اللي انتم تخرجوا نشرات الاخبار ودعايكم انتم تخرجوا نشرات الاخبار. غير هذا البرنامج يا اخوان وعدينكم تبوا تقارير تقارير تتعلق بوطنكم والشتف وتشيت وتجيجا والنعمه عن تقارير ماري اللي انتم تعودوا ماري لا بدالكم منها. دعايكم انتم نجي فيكم في البرنامج غير بعد تعرف انه ما هي متبيضنا حتى. انت سبقت في شيء تقول سابق دكتور انا مساك لك على البرنامج حاولوا قالكم ترى لنا حد من الاحصاء والاحتمالات خاصه من الاحصاء يديهم. شفتوا الإحصاء قضية الإحصاء اللي همته اللي كل واحد منكم همته لكن قضية مالي في البرنامج. شفتوا البرنامج طبيعته ما هي طبيعة ما علاج المشاكل اللي تعلق بذاك. عنده برامج عنده برنامج فضاء وعنده برنامج برامج نعدلوها تتعلق بالمشاكل اللي هون وتم متابعة برامج القناة كاملين. هذا البرنامج طابعه برنامج وطني مشاكلكم انتم يتعلق بالخارج نحن ندور باللغانها غير مودي نحاولوا على ان غير مودي ما ابغى احول شريك البرامج الاخرى دي هاي برامج تايم توف تعرف ذاك. الو بالنهايه نحن ما في احنا نحاول وشوف. ايوه نعم ايوه دي تقول نعم تقول مشاكلكم همنه الحل ان شاء الله كامل غير اذا عدتوا حاسين بحد من جاري عنده مشكله لا عندنا ان شاء الله مشاكل. نعم لا أخبركم تم ولاية جفارة تم تجمعون هم أبارا شوي ما أننا لين أبخلوا إن شاء الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى ندرتم هنا وشوف صفحة البرنامج على فيسبوك أحضان يا أنا محييكم محيي موريتانيا جميعا. شكرا جزيلا الله يبارك فيك الله يبارك فيك مع السلامة مرحبا بك. ما رديت علينا أخبار
ما رديت علي ولا عليك. شفتي برنامج اللي ما تعرف اسم الرئيس ذاك واحد من المواطنين جبرناه ولا هو وحده ياسر من المواطنين في الداخل شاكين عن موريتانيا مزال حاكمه معاويه الاستاذ احمد الطاهر اكثر من واحد يقولها يقول عن معاويه كانوا جهون كانوا هذا ايش استفادوا استفادوا عن الحمد لله الوطن من الداخل عنه فيه امن فيه استقرار فيه سعاده نفسيه فيه ناس طيبين تطبعهم البساطه العفويه والبساطه والسعاده السعاده الحقيقيه. فما واحد من مشاهدينك سوي لي كان قريب هذا اللي هو اللي ما يعرف اسم الرئيس سوي لي اللي حاضر. نعم تفضلوا تفضلوا. الفقع هو ما بقعد تستبيل تعلن هو قريب ما تعرف اسم الرئيس. نعم السلام عليكم. ما هو ما هو الو. نعم تفضلوا. الو نعم تفضلوا الاسم الكريم. الو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم البرنامج حولك أحضان الوطن. أنت متلفنا من منين؟ اسمي بلا الفاطمة. من هذه ما قطوها شاهدة البرنامج. برنامج أحضان قالوا برنامج أحضان الوطن. هو وفطنت المواطنين فيهم واحدين ما هات ما تتعرفوا بالبرنامج. لا أعرفوا الوطن كامل. منام برنامج جديد ذي حلقته الخامسة مع الله إنهم لا يعودوا. نعم؟ نعم؟ نعم هذي يعرفوا بعد ما شاء الله عليه عاد بشعبيته عاد برنامج تتابعوا برنامج في الداخل الناس رايتها تسول عنهم الناس اللي في المدن خاصة والناس اللي في البوادي اللي كنت نحدثك عنها حال الناس اللي في البوادي زرناها ومدة طيبة كامل. نعم نعم السلام عليكم. ألو الو نعم انا نعم نصنت لك الاسم الكريم. قطع الخط للاسف. تقدر مزيد من الحديث عن اعماق الوطن والله تبغي المستمع تبغيني انا هذا المشاهد اذا عاد فيه المزيد ما يخسرش. نعم بون. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو الامور؟ ما شاء الله. هذا البرنامج زين عند العدة. انت متلفن من منين؟ انا متلفن من ليبيا. من ليبيا. مرحبا بك وسهلا. وطالبين الجماعة كاملة في اللي في موريتان أنا عرف أحد من يصد الله. أنا؟ أي أي القربة ما رزق أي نوطة زين المام مرزين شو السبيل؟ لا أنا بتعليق قولوا أنتم لا تتضايقوا الناس صاي خليكم حالكم وين تعلموا حالكم نحقا ما أقولكم تتضايقوا إذا بقيتوا حالكم. إذن برنامج في اللحظات الأخيرة باش يتودع المشاهدين نقول لهم كل عام وهم بخير. نهاية الحلقة نشكر كل من ساهم في إعداد هذه الحلقة وخاصة المخرج خالد ولي ذهبي. شكرا جزيلا لكم. إلى اللقاء.